بسم الله مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غادي نديروه على لي ميني بيتزا بالنسبه للمقادير غناخذهم معكم دابا غادي نحتاجو في المقادير ديالنا الزعتر 250 غرام ديال الطحين خميره حبيبات واحد المعلقه كبيره غنحتاجو قبصه ديال الملح معلقه صغيره ديال زيت الزيتون اول حاجه غنبداو بها غناخدو الطحين ديالنا غنديروه في واحد الاناء غنديرو قبصه ديال الملح غنزيدو عليها خميرة معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات. غادي نديرو معلقة كبيرة ديال الزعتر. بالنسبة للزعتر رنقيتو حكيتو بنيت ديال. من بعد غادي نضيفو الوصفة ديالنا. غادي نضيف معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون غادي نخلط مزيان الدقيق ديالي وغادي نجمعو بواحد كاس صغير ديال الماء غنخلط نوا شوف هما خلط مزيان الطحين ديالي حتى تدخل مع العناصر مزيان من بعد غادي نضيف الماء تدريجيا غنستمر بنفس الطريقه نضيف الماء تدريجيا حتى تبدا تجمع ليا العجينه ديالي الى الطحين ديالكم كان خاصو الماء غادي نزيدو واحد نص كاس ديال الماء لان دي كما كنقول لكم ديما ان الطحين على حسب الطحين كان الطحين اللي كيحتاج الماء كتير كاين الطحين اللي ما كيحتاجش الماء دغيا كيتجمع يعني غنجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه حتى كنعسل نحصل على واحد العجينه رطبه غادي نغطيها ب بلاستيك غذائي بهذه الطريقة وغادي نخليها حتى تضاعف معايا الحجم ديالها يعني تخمر لي مزيان من بعد غندوز معكم نعطيكم مقادير ديال الحشوة ديال البيتزا بالنسبة للمقادير ديال البيتزا غادي نحتاج قياس ديال الكفتة تقريبا واحد مية وخمسين غرام غنحتاج الفلفلة مشوية انا درت الحمراء وصفرة الى توفرات عندكم تالخضرة ديروها المهم لي دي توفر عندكم في الدار غادي ندير مع غادي نحتاج معلقة دي غنحتاج زيت الزيتون بها باش غادي نقلي آه الكفتة ديالي دي. غنحتاج الطون آه شرائح ديال الديك دي الرومي المدخن غنحتاج الزيتون الاسود الى توفر عندكم لي مرحبا اذا ما توفرش عندكم بحالي انا دابا شديت غير الزيتون حيدت العظم ديالو وقطعتو شرائح رقيقه بالنسبه للجبن عندي موتزاريل وخديت جوج انواع اخرى ديال الجبن الاحمر وانا غنستعمل لاصوص واجده غناخذ الكفته ديالي غادي نديرها في واحد الطيفال اللي ندير فيها واحد المعلقه ديال زيت الزيتون وغادي نخليهم يتقلاو معايا بهذه الطريقه ما كنطيبهمش مره يعني كنخليهم شويه آه حتى الكفته تكون ديالي طايبه نص طيبة غادي نخلي الكفته ديالي طيب وغادي نعطيكم آه انا غنحتاج السميد آه آه الفينو آه باش غادي نطلق آه العجينه ديال البيتزا هانتوما شفتوا تضاعف الحجم ديالها غادي نحيد ليها داك البلاستيك الغذائي وغنوريكم الشكل ديالها كيفاش داير هانتوما يعني راه الحجم ديالها تضاعف مزيان يعني غادي ت... وراه مطلوقه معايا يعني غادي نحيدها من البول ديالي وغادي نديرها غادي نطلقها بالمدلك غنستعمل السميد باش تبقاش تلصق ليا لأن راه طحين الفرص بطبيعة الحال غادي واحد شويه يعني كنستعمل الفينو باش كنطلق البيتزا ديالي عجين ديال البيتزا غنطلقها بالمدلك بهاد الطريقة غنقليها في واحد السمك ما تكونش رقيق بزاف يعني متوسط باش يتنفخوا معايا غادي نقطعهم بهذا الشكل إذا عندكم نتوما داك الدوائر باش كتقطعوا قطعوا الحجم اللي بغيتو صغار متوسطين كبار يعني الحجم يبقى اختياري انا قطعتهم بهذه الطريقه وغادي نثقبهم بفرشيطه ديالي باش ما يتنفخوش معايا وغادي ندير الطاوة آه ديالي طيب آه واحد نص طيبة من بعد غادي نجبدهم غادي ندير ليهم الحشوه اللي غادي نوريكم الشكل ديالها الطريقه آه ديالها دابا بالنسبه لكي قلت لكم آه, آه انا العجين درتو طاب نص طيبه يعني يلاه بدا تحيد منه ما نص طيبة يعني ما بقاش ما خضر درتو من الفوق حتى طاب شوية ونزلتو لتحت يعني طاب تاني من الفوق يعني ما ما طابش نهائيا يعني ما تحمر ما حتى حاجة باقي ما تحمر كان جبدو وكان ندير ليه لاصوص هي الاولى كان بلاصوص دي كان دير لاصوص العجينات كاملين البيتزات كاملين بهالطريقة الطريقه كما قلت لكم انا لاصوص استعملتها واجده الا بغيتوا الطريقه ديال لاصوص التقليديه اللي غادي تصايبوها في المنزل طلبوها مني في التعليق انا راه نصايبها معكم في فيديو واحد أخرى ان شاء الله انا مع راكم عارفين رمضان الوقت كيدرك وديك الشيء يعني ما كانش عندي الوقت باش غادي نصايب لاصوص في الدار يعني وانا كنفضل هذه الماركه يعني كتكون لاصوص ديالهم زوينه ولذيذه يعني كنستعملها الا ما كانش عندي الوقت كما قلت لكم غندير لاصوص اليوم كاملين من بعد كندير الفرماج هو الاول موتزاريل من بعد الموتزاريل غادي نديرها ليهم كاملين من بعد الموتزاريلا عاد ندير المكونات الاخرى اللي هي الكفته ولا آآ الطون مورتاديلا الفلافل الاحمر والاخضر يعني غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنعمرهم كاملين ولكن اهم مرحله عندي هي كنبدا بلاصوص ديال الاولى كندير الموتزاريل هي هي الثانيه يعني ما نديرش الطون والمكونات الاخرى نيشان على آه... على الطماطم اللي درنا لا كندير ال... كندير لاصوص والموزاريل عاد كنبدا في المكونات الاخرى واخر حاجه كندير هي الفرماج الاحمر من الفوق انا درت جوج نوع كيف ما وريتكم في الاول الفيديو إذا توفر عندكم غير نوع واحد ديال الفرماج الاحمر هو اخر حاجه غادي ديرو فوق منها الزيتون يعني من بعد كتسيح ديك ديك الفرماج اللي منه ل العجين اللي عندنا يعني وما كت ما كتخليهاش فازقة. يعني ما دوك المكونات كل حاجه كتاخد بلاصتها يعني كتبقى لك لاباط مقاده ومزيانه وكل شيء يعني ما كتعجنش معايا ما حتى حاجه ملي كديروا الفرماج هو منه لاصوص اما إذا درتو المكونات الاخرى بعد مرات كتميه لنا العجين وما كيعطيناش ديك القرمشه اللي كتكون في في البيتزا يعني خاصها تكون في طريه وفي نفس الوقت مقرمشه يعني انا الطريقه ستكون عندي ناجحه مئة في المئة انا البيتزا ديالك تجيك ناجحه مئة في المئة شفتوا كيف ما درت راه اخر حاجه غادي ندير هي الفرماج الاحمر غادرت الانواع بجوج وغادي ندير زي الزيتون آه الاسود من الفوق من بعد غادي ندخلهم الفران على درجة حرارة متوسطة غادي يطيبوا من التحت ومن بعد يطيبوا وغادي نهب غادي من الفوق يعني غادي نطيبهم من الفوق ومن بعد غادي نهبطهم لتحت باش يتحمر لي الواجهه ديال البيتزا ديالي الا عندكم فران كيطيب كي من التحت ومن الفوق ماشي مشكلة شو غادي تدخلوهم مره واحده وغادي تحمروا معكم ويجي كيجيو هاد بهاد النتيجه كيجيو هائلين ورائعين صراحة كنتمنى انكم تجربوا هذه الميني بيتزا وتاكدوا ان الوصفه غادي تنجح معكم مئة في المئة ما بقى لي الا نقول لكم رمضان مبارك سعيد السلام عليكم